ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب هنبدا باذن الله في حل 8 الدرس الثالث والرابع كتاب المعاصر اولى ثانوي يونت 2. قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نعمل سبسكرايب لايك للفيديو. يلا بسم الله. The farmers build fences. fences اللي هي ايه يا شباب؟ اللي هو السور، تمام؟ to protect their، عشان يحموا ايه؟ طبعا livestock. livestock اللي هي الحيوانات اللي هي الماشيه اللي بتعيش في الايه، في المزرعه، تمام؟ طيب بعد كده اللي هي طبعا عشان يحموها من الوايلد انيمالز، من الحيوانات المتوحشه. طيب every member of the must respect the freedom of other، كل شخص من ايه، من الكوميونيتي اللي هو المجتمع، تمام، المفروض يحترم اللي هي respect freedom اللي هي الحريه of other، المفروض يحترم حريه الاخرين، تمام. بعد كده the child's parents، ماشي، البيرنتس اللي هم اباء الاطفال، or must give a their agreement اللي هي ايه، الموافقه، before a before she has the operation. operation يا شباب اللي هي العمليه الجراحيه. طبعا قبل ما طفل يعمل عمليه جراحيه المفروض حد من ايه، من ابائه او من الجارديانز، ايه هم اللي هم الوصيين عليه، تمام، المفروض يبقى فيه موافقه منهم، ما ينفعش يعملوا ايه حاجه بدون موافقه منهم. طيب بعد كده families should their children internet activity، طبعا المفروض عائلات ان هي ايه، monitor اللي هي ايه، يعني تتبع وتراقب، تمام، بتراقب النشاط الانترنت بتاع الاطفال، تمام. طيب بعد كده the police managed a to down the criminal اللي هو الايه، المجرم او الاجرام اللي هو تريك، بقى تريك اللي هي ايه، يعني ايه، بيهاجم او اللي هو بيرصد حد، تمام. طيب امال تك اللي هي التكتكه، تمام، تريك يعني يتنزه ويمشي، تروك اللي هي شاحنه، تمام. طيب بعد كده the international is really very very worried about a the problems climate change، طبعا ايه، international community المجتمع الدولي، تمام. طيب farmers keep on their farms، الفلاحين بايه، طبعا keep livestock اللي هي ايه شباب، اللي هي حيوانات المزرعة، تمام، حيوانات المزارع اللي هي الكاوز، تمام، goats وهكذا. طيب he works for an international، هو بيعمل ايه، لمؤسسة دولية that helps poor people اللي هي بتساعد الناس الفقراء، يبقى طبعا organization اللي هي منظمة ومؤسسة، تمام، اسمها ايه، organization. بعد كده he is an experienced يعني ذو خبرة، يبقى ايه، بيولوجيست، هو ايه، عالم بيولوجي ذو خبرة، تمام. طيب نكمل two members of a of hunting، عايز اقول ان شخصين من مجتمع او مجموعة الايه، الهانتنج الصيد، يبقى طبعا مجتمع اللي هو بارتي يعني حفلة او مجتمع او فريق، تمام. were arrested يعني ايه، لحقة، of killing a animals، تمام. طيب I don't have to do your homework، انا مش مضطر ان انا اعمل الايه، الواجب بتاعك، يبقى it's your responsibility، دي مسؤوليتك، انا مش مضطر ان انا اعمل ايه حاجتك، تمام. طيب بعد كده a good citizen اللي هو المواطن has a of duty، طيب يبقى طبعا اسمها sense of duty اللي هي الاحساس بالواجب او الاحساس بالواجب اتجاه وطنه، تمام. طيب بعد كده if there is a supermarket we can shop easily، احنا ممكن نتسوق بسهولة، يبقى طبعا اسمه ايه، nearby يعني قريب، سوبر ماركت قريب، لو احنا عندنا سوبر ماركت قريب مجاور احنا نتسوق بسهولة، تمام. طيب page 93، صفحة 93 اللي بعدها not all the glitters اللي هو البريق، glitters اللي هو البريق is a is gold، بقولك مش كل بريق بيكون ذهبي، this means you shouldn't a decided المفروض ما تتخدعش by appearance بالappearance بالمظهر، تمام. طيب he is really kind، هو ايه، ودود جدا، عاطف جدا، he showed the او showed much with a my difficult situation، موقفي الصعب، هو اظهر ايه، بيبين ان هو ايه، ودود، empathy اللي هو الايه، العاطف، تمام. طب donation اظهر التبرع، لا طبعا admiration الاعجاب، يعني انا في موقف صعب هيظهر اعجاب ازاي، charitable طبعا برضو اللي هو التبرع، لا هو empathy اللي هو الايه، العاطفة، تمام. طيب she is a doctor،
she works in a medical هي دكتورة بتعمل في ايه؟ في فريق طبي، فريق قلنا يعني party. تمام؟ طيب بعد كده winning the gold medal انك تربح الايه gold medal الميدالية الذهبية in Olympics is a great طبعا ده ايه؟ انجاز عظيم يبقى a great achievement اللي هو انجاز loss يعني خسارة movement اللي هو التحرك او حركة organization منظمة لا هي هتبقى ايه achievement انجاز طيب او ان از سمون هو ايه legally responsible for looking after someone or something يعني هو مسؤول ان هو ايه يهتم او بيعتني بشخص او بيعتني بحاجه معينه ده اسمه ايه guardian اللي هو الحارس او الواصي تمام تيجي معنى حارس او ان هو شخص واصي على حد طيب are animals such as cows sheep قلنا ايه الكاوز اللي هو البقر والشيب اللي هو الايه الخفان طبعا ايه بيبقوا in farm دول اسمهم ايه livestock حيوانات المزارع طيب two is to carefully watch and check situation انت بتراقب وبتتفحص موقف معين ده اسمه ايه monitor تمام طيب بعد كده عندي page 95 طبعا هنا بيقولك ايه اختار two option طيب wild يا شباب عايز antonyms عايز two antonyms wild يعني متوحش طب عكسها domestic و tame تمام يعني حيوان أليف يعني تمام طيب Adam was marine life from a boat طبعا عايز يقول ان هو بيشاهد حياة مائية من boat من مركب طبعا هنا هتبقى ايه exploring يعني يستكشف او يشاهد او ايه monitoring تمام طيب خلي بالكم هنا او ولازم تبقى او عشان تبقى معناها يراقب او يرصد حاجه معينه تمام نكمل you can do طبعا بعد do بيجي كلمه a work او do research راحت فين اهي تمام بعد do اما do work اما do research في كلمات ما بتجيش غير ايه مع بعضها لكن mistakes تبقى make mistakes تمام decision make decision وهكذا طيب بعد كده we have an outdoor camera احنا عندنا كاميرا خارجية to monitor the street outside عشان تراقب الشارع في الخارج بيقول لك the, the verb monitor طبعا قلنا ايه ان هي بتشاهد او ترصد حاجة ده اسمه ايه watch تمام we observe observe برضو يعني يراقب تمام طيب بعد كده she is expert cooking a recipes طبعا experts يعني ايه شباب experts يعني خبير يبقى بتاخد معاها حرف الجر انه on وات طيب انا عايز اختار اتنين فقط يبقى انا عندي ان وعندي ايه كمان on تمام انا ما عنديش غير اتنين فاختار الاتنين اللي عندي بس لكن ات كمان بتنفع معاها تمام يعني خبير في الطبخ ماشي بعد كده we don't allow hunting parties to kill animals احنا مش مسموح لنا ان احنا hunting parts ان احنا نقتل الحيوانات تمام او نصطاد the word parts parts يا شباب يعني ايه يعني groups او teams تمام يعني groups او ايه او teams هنا المقصود بيها طيب success هنا بقى بختار حاجة واحدة فقط تمام success in life النجاح في الحياة based on عايز اقول يعتمد على مش يقع فيه وهناك فرق لما اقول based on معناه يقع في مكان يبقى باخد ايه based in لو ده كان مكان لكن hard work بقول لك يعتمد على hard work طبعا هتبقى ايه based on تمام هتبقى based on بعد كده the loss of his job negative impact on him طبعا هتبقى had a negative impact لديها تأثير سلبي طيب we need to more research into coronavirus طبعا research احنا عايزين نعمل ابحاث عن الكورونافيروس يبقى do research تمام يبقى يفعل بحث او يعمل بحث ان هي اسمها do research بعد كده young men joins army after طبعا الشباب بتروح الايه الارمي اللي هو الجيش after a leaving school بعد ترك الايه الدراسة او انهاء الدراسة اسمها leaving school او or university او الجامعة تمام طيب when I was young لما كنت صغير missing I went missing هي اسمها ايه لو في المضارع هقول I did missing انا ايه بتوه تمام لكن I went missing يعني انا تهت طيب to طبعا to لازم يجي بعدها فعل فين في المصدر
to kill animals أو to kill wild animals is a crime, إنها إيه جريمة. طيب هنا مفيش A2 يبقى killing wild animals is a crime. قتل الحيوانات A تعتبر جريمة. بعد كده the line guardians or organization اللي هي المنظمة based on Kenya. كينيا عايز اقول انها تقع في كينيا يبقى based in. تمام based in مش on، ما اقول based on يعني تعتمد على، لكن based in تقع في. تمام طيب he succeeded in his life thanks to hard work. بقول لك نجاحه او هو نجح في الحياة بفضل ايه؟ بفضل العمل الجاد. تمام طيب people don't drink as camels يبقى ايه؟ as much as، يعني as much as بنفس الكم او بنفس المقدار، يبقى الناس مش بتشرب بنفس المقدار الجمل او الجمال. تمام نشوف البيج اللي بعد كده. doing sport is part of my activities عايز اقول ان هو من عاداتي اليومية يبقى everyday activities. everyday activities بعد كده I do sport عايز اقول انا بعمل رياضة كل يوم هيبقى everyday. طب ايه الفرق بين دي ودي؟ انا هنا بقول عاداتي اليومية صح؟ الكلمة دي كلمة واحدة، لكن انا بقول بعمل رياضة كل يوم يبقى everyday بسيب منها بينهم ايه مسافة، لكن هنا كلمة واحدة فقط. طيب بعد كده finally I heard my brother in a USA هو كان في الايه الولايات المتحدة الامريكية he sent me an email يبقى طبعا I heard from يبقى انا ارسلت من او سمعت يعني التقطت اتصال من. تمام او ايه استلمت اتصال يعني. تمام طيب بعد كده I have just heard your health problems بقول انا سمعت عن مشاكلك الصحية يبقى heard بتاخد ايه of about يبقى be and see of and about يبقى انا هنا سمعت عن لكن فوق معناها ايه استلمت. تمام او التقطت اتصال. ماشي كده يا شباب تمارين الدرس الاول والتاني بالتوفيق يا رب. ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ونعمل لايك للفيديو وبالتوفيق يا رب.